طبعا هذا المؤتمر مؤتمر اتحاد برلمان العربية يستضيفه العراق بعد انقطاع دام لمدة 40 سنة. نعم. وهذا بحد ذاته مؤشر مهم على عودة هذه المؤسسة العربية المهمة اللي تضم حوالي 18 دولة عربية فيها برلمانات. تعقد في العراق هذه الدورة، الدورة 34 من هذه البرلمانات، وستناقش العديد من القضايا التي تهم الوطن العربي على صعيد الجهود البرلمانية تبذل من خلال مجالس النواب في الدول العربية. يعني جوانب أمنية اقتصادية سياسية اللي تهم البعد منطقة. التشريعي والمنطقة والبعد السياسي وأيضا الدور الرقابي للبرلمانات ودورها في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وهي مؤسسة معروفة يعني، ولكن انقطعت عن العراق لأسباب المعروفة طوال من 40 سنة إلى اليوم. وبالتالي استضافة العراق لهذا المؤتمر هو حدث بحد ذاته. وسيكون العراق هو ممثلا برئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، هو رئيس المؤتمر ورئيس هذه الدورة أيضا من هذا المؤتمر. طيب سيد حمزة، ما الثقل الدبلوماسي لهذا المؤتمر الذي تحتضنه بغداد؟ نعم، تدرين البرلمان في أي دولة هو يعني تقريبا يكاد يكون السلطة الأولى في البلد من حيث التراتبية التشريعية والقوانين وغيرها، وبالتالي مشاركة كل هذه الدول العربية في هذا المؤتمر يعني هناك الكثير من الجوانب اللي ممكن أن تمثل روابط مشتركة بين العرب، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القوانين وحتى على المستوى السياسي، لأنه الدبلوماسية الشعبية هنا مهمة في تقريب وجهات النظر بين الأقطار العربية. طيب، العراق أستاذ حمزة يشهد حقيقة نهضة استثمارية واقتصادية، كيف يمكن استثمار هذا الاهتمام السياسي الاقتصادي يعني العربي والدولي بالعراق؟ هذه إحدى النوافذ المهمة في هذا الجانب، لأنه حضور ممثلين للشعب في يعني البرلمانيون هم يمثلون الشعب، وبالتالي عندما يأتي البرلمانيون العرب إلى العراق ويشاهدون ما يجري في العراق راح تكون أيضا جانب مهم ممكن يعكسوه عندما يعودون إلى بلادهم عبر هذا الجانب اللي هو جانب الاستثماري والتنمية، خصوصا العراق يعني انفتح إذا تحدثنا عن فقط المحيط العربي والمحيط العربي أيضا انفتح على العراق سياسيا أو دبلوماسيا، هناك زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين، وبالتالي هذه القمة البرلمانية التي تعقد في العراق راح تكون إحدى النوافذ المهمة في هذا السياق. طيب سيد حمزة، ما هي مؤشرات نجاح إقامة مثل هكذا مؤتمر؟ كما اتفقنا أنه مجرد انعقد في بغداد بعد انقطاع 40 سنة هو مسألة إيجابية. الجانب الآخر هو جدول الأعمال الذي سيبحثه المؤتمر أيضا راح يكون في هذا السياق، في سياق التقارب بين الدول العربية، وبالتالي راح يعضد الجوانب السياسية والدبلوماسية من خلال الجهد البرلمانيين الذين سيحضرون. طيب سؤال أخير لو سمحت أستاذ حمزة، يعني هل يمكن استثمار هذا الانفتاح العربي والإقليمي على العراق في المطالبة باسترداد المطلوبين أيضا في موضوعة محاربة الفساد؟ نعم، أيضا هذا راح يشكل رافد باعتبار الحكومة الآن بدأت تعمل على هذا الصعيد يعني بشكل رسمي مع الدول العربية، وأعتقد حصل هذا الأمر عندما يعني زار رئيس الوزراء الإمارات وفي عمان أيضا تم جلب مطلوبين في الإمارات، وبالتالي هذا الذي ممكن أن يحصل في دول أخرى باعتبار الآن عندما تتكامل السلطات كلها التشريعية والتنفيذية وراح تتكامل هذه الأمور، وبالتالي ممكن تنتج عنها مثل هذه المخرجات تتعلق بالأموال المسروقة وكذلك بالمطلوبين للعراق. طيب سيد حمزة، إلى أي مدى يسهم هذا المؤتمر بتقوية العلاقات العراقية العربية؟ نعم، العلاقات العراقية العربية بدأت تتنامى على المستوى السياسي، إذا تحدثنا عن مؤتمرات حصلت، زيارات لمسؤولين عراقيين كبار على مستوى رئيس الوزراء وعلى مستوى الوزراء، وأيضا مسؤولين عرب يأتون إلى العراق على مختلف المستويات، فبالتالي تكامل الجانب السياسي مع الجانب الشعبي عبر مجالس النواب والبرلمانات العربية راح يكون عامل مهم في تقوية العلاقات العراقية العربية على كل المستويات، ليس فقط على المستوى السياسي والدبلوماسي.